أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخبار الرياضية. بداية، أجرى المنتخب الوطني الأول الفلسطيني لكرة القدم ثاني حصة تدريبية له على الملعب الملحق للمركبية الأولمبي 5 جويلية بالعاصمة، هذا ضمن معسكره التدريبي وتحسبا للمباراة الودية أمام المنتخب الوطني الأولمبي والمقررة يوم الثلاثاء على ملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 6 مساء، ودية تدخل ضمن تحضير المنتخبين لمختلف الاستحقاقات المقبلة. والمباراة ستكون منقولة عبر المباشر على الجزائرية الثالثة والقناة الرابعة الناطقة باللغة الأمازيغية. كان إشي شبه الخرافي، بالإضافة للاعبين اللي بالنسبة لهم من 2015 لليوم، بس أهم معسكر وأهم حدث صار في حياة أي لاعب فلسطيني إنه كان متواجد في الجزائر في المباراة الأولى. إحنا إن شاء الله بنتمنى إنه المباراة هاي كمان تكون نفس الإشي. بالنسبة لنا كفلسطينيين، وجودنا في الجزائر له معاني كتير ودلالات كتيرة، إنه إحنا بين أهلنا وناسنا، إنه إحنا عند يعني احنا فلسطينيين، بس الواحد بنولد فلسطيني جزائري الفلسطيني. منتخب الجزائر الاولمبي او الاول اكيد يعني ليه صيت في 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 المسابقات الدوليه والعربيه وما غيرها، واكيد الاحتكاك معهم، اكيد انا كلاعب او احنا كلاعبين بنستفيد من الاحتكاك معهم سواء وديا او رسميا ان شاء الله. يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة نظيره التونسي في الدور الأول لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2019 والمقرر بالنيجر حسب نتائج القرعة التي جرت في القاهرة، وسيستقبل المنتخب الجزائري في لقاء الذهاب الذي سيجري ما بين 30 مارس والفاتح أفريل القادم، قبل أن يتنقل المنتخب الوطني إلى تونس في لقاء العودة المبرمج ما بين 20 و22 أفريل القادم. وفي حال تأهل الخضر للدوري الثاني سيواجهون منتخب غانا ذهابا وإيابا في شهر ماي المقبل. في كرة القدم دائما والبطولة الوطنية، وبعد الجولة 21 للرابطة المحترفة الأولى موبيليسا، بقي شباب قسنطينة دائما في ريادة الترتيب العام ب 42 نقطة وبفارق 4 عن أول الملاحقين مولودية وهران. توفيق دربال. فوز شباب قسنطين على ضيف اتحاد بسكرة بهدف لا شيء يبقيه منفردا بالصدارة ومحافظا على فارق 4 نقاط كامل عن أقرب ملاحقيه مولودية وهران الذي كان مستفيدا أكبر من الجولة 21 كونه استقبل وفاز على اتحاد الحراش، ومستغلا في نفس الوقت عثر الملاحقين الآخرين، وفي مقدمتهم فريق مولودية الجزائر الذي تعادل في قمة الجولة أمام الجار اتحاد الجزائر في مباراة انتهت بهدفين لهدفين، وهو التعادل الذي لم يخدم المولودية التي تخلفت عن الرائد ب8 نقاط كاملة. الدربي العاصمي الآخر بين نادي بارادو ونصر حسين داي كان من بين تعثرات الملاحقين، حيث يتقاسم بارادو المركز الرابع مع اتحاد العاصمة وشبيبة الصورة. هذا الأخير تعادل بدوره مع الضيف شباب بلوزداد بهدف لمثله، نقطة ثمينة عاد بها الشباب خدمته مقارنة بفرق المؤخرة في ظل تعثر أولمبي المدية بميدانه أمام وفاق سطيف، وانهزام اتحاد بالعباس تيزي وزو أمام شبيبة القبائل ب2-1، فوز جعل الكناري يبتعد بخطوة عن ثلاثي ذيل الترتيب. فدفاع تجنانت انهزم بالبوليدة أمام الاتحاد المحلي بهدف للا شيء، فوز جعل البليدية بذيل الترتيب يتشبثون بخيط أمل البقاء ب15 نقطة، فيما فريق تجنانت يتطلب عليه الدفاع عن حق البقاء في المركز 14، وبعده اتحاد الحراش في المرتبة ما قبل الأخيرة ب18 نقطة. إحياء لذكرى تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نظمت مديرية الشباب والرياضة لغردايا بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للملاكمة سهرة احترافية في الاختصاص، وغطاها للتلفزيون عيسى تومي. المنزلة في صنفها المحترف والتي احتضنتها القاعة متعددة الرياضات بضاية بن ضحوة بغردايا بحضور جمهور غفير ومتعطش لمثل هذه المنافسات، جمعت بين الملاكم الجزائري عبادي إلياس لأول مرة في هذا الصنف بالملاكم الفرنسي والبطل الأولمبي أنطوني برارد. الجولة الأولى كانت لجس النبض والبحث عن نقاط ضعف المنافس، مع بداية موفقة للملاكم الجزائري رغم طول الخصم. الجولة الثانية سجلت تفوقا طفيفا للملاكم الجزائري إلياس عبادي. أما الجولة الثالثة والرابعة فعرفت سيطرة مطلقة للملاكم الجزائري الذي شكل ضغطا رهيبا على الملاكم الفرنسي الذي لجأ إلى الالتحام.
لتنتهي المنازلة بفوز الملاكم الجزائري بثلاث جولات مقابل جولة واحدة للملاكم الفرنسي. هذه أول مقابلة لي وشرف لي أني درتها هنا في بلادي وفي ولاية غردايا. إن شاء الله مازال سيكسي، إن شاء الله مازال وإن نجحت واحد آخرين. جاري فولي مونتري بلوس كو سا أبخي جي في سكو جي في. كما جرت في هذه السهرة سبع منافسات في صنف الهواة. وبحاسم سعود انطلقت فعاليتها الطبعة الخامسة لتظاهرات رالي الواحات بمشاركة كبيرة لسائقي الدراجة النارية والسيارة الرباعية بالإضافة إلى أول مشاركة لدولة ليبيا. محمد شوقي بونيف. على أهازيج الفولكلور المحلي لولاية ورقلة انطلقت الطبعة الخامسة لرالي الواحات بمدينة حاسم سعود بمشاركة كبيرة للدراجات النارية والسيارات ذات الدفع الرباعي من كل ولايات الوطن، بالإضافة إلى مشاركة الأشقاء الليبيين لأول مرة في هذا الرالي. وإحنا مشاركين في رالي الواحات بالجزائر بحاسم سعود بشاحنة نوع كماز، وللتنويه أن في على مدى تاريخ راليات ليبيا أن ما كانش فيه شاحنة شاركت في رالي. قبل كنا نشاركوا ديما بطنوبيلات وعندنا درجات نارية، سما الخطر هذه ما ناش داخلين بالدرجات نارية، وخطر هذه داخلين بزوج طنوبيلات. رالي الواحات عرف منافسة قوية بين المشاركين على مدار ثلاثة أيام بثلاث مراحل، في كل مرحلة سيقطع المتنافسون فيها أكثر من 200 كيلومتر، ليطمع هذا الرالي التنظيم المحكم وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاحه. نعيش تظاهرات دولية بمشاركة عدد كبير من ولايات الوطن بالإضافة إلى دولة ليبيا الشقيقة. تعتبر هذه التظاهرة رياضية ذات أهمية وبعد، ونتمنى في المستقبل تكون أكثر مشاركة خاصة من الدول المجاورة. ليطمح منظمو رالي الواحات في هذه الطبعة إلى إضفاء صيغة الدولي في الطبعة المقبلة. ختام الأخبار الرياضية، شكرا على المتابعة، سلام.